متواصلين في سواء الحصول على أي لقاح أو شراءه أو إنتاجه فور ثبوت فعاليته. فإحنا أحد اللقاحات اللي شغالين معها مع العديد من الجهات هو لقاح من إحدى الشركات الصينية اللي بتجري تجارب في المرحلة الثالثة، وهي بالفعل خلصت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح. كان في لقاء سبق من حوالي شهر يمكن مع السيدة الوزيرة مع السفير الصيني بشأن يعني دراسة توقيع اتفاقية فور الانتهاء من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية من الجانب الصيني. ان دي تبقى اتفاقية بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية ان احنا نقدر نحصل على اللقاح فور ثبوت فعاليته وننتجه في الشركة القابضة، خطوط انتاج او مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات اللي هي فاكسيرا. وبالفعل ده هيبقى فيه نقل تكنولوجيا من الجانب الصيني لينا، وفي يعني زي فريق او وفد يدرس خطوط الانتاج بتاعت مصانعنا للتأكد من جاهزيتها. وبالفعل احنا تأكدنا من جاهزية خطوط الانتاج والحمد لله، وجاري العمل على نقل التكنولوجيا دي. ان شاء الله في الشهر القادم بإذن الله السفير الصيني دعا سيدة وزيرة الصحة لزيارة للصين لحضور مراسم توقيع اتفاقية التعاون في تصنيع اللقاحات وتفقد مصانع انتاج اللقاحات في الصين. وسيدة الوزيرة يعني استجابت للدعوة، وإن شاء الله هيبقى في سفر في جمهورية الصين زي ما سافرنا قبل كده في بداية الأزمة في الصين، وإحنا حريصين على مش بس دعم جمهورية الصين، ودي علاقات تعاون بتربطنا وبتربط الشعبين منذ سنوات طويلة، ولكن أيضا إحنا حريصين على تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجالات عديدة. ويمكن النهاردة الاجتماع كان بيتناول ده، تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا. الجانب الصيني رحب بده جدا بعد أن أشاد أو هنأ السيدة الوزيرة على نجاح مصر في خطتها للتصدي لفيروس كورونا وإدارة الأزمة، وأشاد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية، وقال الحقيقة أنه هو بيتابع ده عن كسب، ويعني ثمن جهود القيادة السياسية في احتواء أزمة كورونا، وأيضا ثمن جهود مصر في المشروعات القومية اللي بتقوم فيها في مجال الصحة وخاصة في المبادرات الرئاسية. فإن شاء الله التعاون ممتد وتبادل الخبرات ممتد بيننا وبين الجانب الصيني في تصنيع اللقاح وفي المجالات الأخرى المختلفة وفي مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات وبالأوبئة بشكل عام. وإن شاء الله يكون في زيارة للصين الشهر القادم علشان نشهد أو تشهد السيدة الوزيرة مراسم توقيع الاتفاقية بيننا وبين الجانب الصيني، وإن شاء الله نبدأ ننتجه في خطوط الإنتاج الخاصة بينا في الشركة القابضة فاكسيرا أو المصر. امتى دكتور خالد احنا هنوقع الشهر الجاي؟ امتى نبدا الانتاج في مصر؟ يعني امتى نقول احنا بدانا عمليه الانتاج في خطوط مصر في الشركه القابضه؟ امتى توقعات؟ ان شاء الله فور التوقيع يا استاذ احمد. يعني فور انهاء اجراءات التوقيع وانهاء المراسم الاتفاق وجوانبه وتفاصيله، سيتم فورا بدء العمل على الانتاج من خلال خطوط الانتاج اللي هنا، وان شاء الله يعني نحصل على المنتج اللي يكفي احتياجات مصر من اللقاح. وخليني اقول لحضرتك برضو احنا متواصلين ايضا مع شركات اخرى في الخاصه باللقاحات، وان شاء الله غدا السيده الوزيره ايضا هيكون عندها اجتماع مع احدى الشركات الاخرى اللي بتجري التجارب السريريه في مراحلها النهائيه على لقاح اخر. وعندنا بكره الجانب الاماراتي ان شاء الله مع احدى الشركات الاخرى علشان يعني نشوف برضو تفاصيل هم وصلوا لايه في اللقاح وازاي مصر تقدر ده اللقاح الروسي ده يعني الروس لا ده جانب اماراتي شركه اخرى، دي شركه صينيه شركه ساينوفاك. عندنا بكره شركه ساينوفارم. ويعني خليني اقول لحضرتك ان في خطوات جاده جدا بتتخذها الحكومه المصريه من خلال وزاره الصحه في الحصول على اللقاح، سواء انتاجه او سواء تصنيعه او سواء ان احنا نشتري حصتنا او حصة مصر. ده بجانب تواصلنا مع الجافي او الـ 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 التحالف الدولي للتطعيمات اللي برضو
خد اجراءات انه يوفر 20% من احتياجات مصر من اللقاحات. 20%؟ 20% ان شاء الله يتم توفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات من التحالف الدولي للتطعيمات او الجافي، وده بعد مفاوضات كثيره جدا من خلالنا من خلال وزاره الصحه المصريه مع التحالف الدولي للتطعيمات. فان شاء الله هيوفر 20% من احتياجات، والباقي زي ما قلت لحضرتك التواصل مع يمكن حوالي 5 جهات، دول 2 منهم النهارده وبكره، ومستمرين بخطوات سريعه جدا وجاده جدا، وماشيين زينا زي دول العالم في ان احنا نوفر اللقاح او التطعيم لشعبنا. الاقرب بالنسبه لي اللقاح اللي انا هصنعه ولا اللي انا ال 20% مع التحالف الدولي، انهي فيهم الاقرب بالنسبه لي؟ خليني اقول لحضرتك يعني دي اجراءات، لان احنا سواء عمليه الانتاج او التصنيع احنا ما بنتاخرش، احنا بنجري فور توقيع الاتفاقيه هنبدا ننتج. اذا في اي حد من الجهات الاخرى الدوليه اللي بنتعامل معاها انتهى من المرحله الثالثه للتجارب السريريه، لان احنا ايضا بنشارك مع جهات عديده في التجارب السريريه، لو تم الانتهاء منها وتم ثبوت فعاليه هذا اللقاح سيتم على الفور الحصول عليه من قبل مصر، و الدعم المادي موجود الحمد لله. فيعني خليني اقول لحضرتك اي لقاح هيجهز ان شاء الله مصر تحصل على حصتها في طور. دكتور خالد، لو انا بتكلم على خطوط الانتاج، احنا التقديرات بتاعتنا بنقول عمليه الانتاج عندنا ممكن يبقى قد ايه، او المرحله الاولى قد ايه، عندنا دراسات لهذا الامر؟ طبعا في دراسات عديده، و, و, و وفي والموضوع ده يعني تم دراسته بشكل تفصيلي، لكن احنا فور واحنا جاهزين زي ما قلت لحضرتك، وعندنا خطوط تكفي وجاري نقل التكنولوجيا لده، فان شاء الله فور بدايه الانتاج يعني على طول هنقدر ننتهي ونصل. يعني احنا لو بدانا ممكن نتكلم لو بدانا تم توقيع الاتفاقيه في شهر 9 نص 9 على سبيل المثال، نقدر ناخد نقول حوالي 4-5 شهور ان شاء الله، ويكون عندنا 6 أشهر على الاكثر، ويكون عندنا انتاج من اللقاحات باذن الله. 6 شهور على الاكثر. على الاكثر ان شاء الله. طيب النهارده في كنت متكلم في بدايه الحلقه عن البي سي ار اللي اعتبارها من 1/9 هيبقى موجود للمصريين او الاجانب، اي حد داخل مصر. بعض الشركات النهارده او بعض الناس بيشتكوا من هذا الامر، هل ده ليه علاقه بوزاره الصحه ولا انتم مسؤولين عن هذا الاجراء؟ خليني اقول لحضرتك طبعا ده قرار اتخذته الحكومه المصريه حفاظا على يعني الاجراءات الوقائيه والاحترازيه بشكل كبير، انها تبقى متبعه. احنا مش بس بنتبعها هنا في الداخل، ولكن احنا بنتبعها ايضا على القادمين من الخارج للتاكد من خلوهم من اي اوبئه او خلافه، وده في الاخر حفاظا زي ما قلت لحضرتك على الوضع اللي احنا وصلنا له. احنا الحمد لله في عوده للحياه الطبيعيه، في اعاده فتح، في كلنا مش بس المواطن زي ما بنناشد المواطن ان هو يساعدنا ان احنا نحافظ على الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، علشان كل مواطن نحافظ على دخله ونحافظ على استمراريه العمل، ونوزن عجله الاقتصاد مع او نحقق التوازن في عجله الاقتصاد مع الاجراءات الوقائيه والاحترازيه. فده احد الاجراءات اللي بتعود بها السياحه لمصر يعني بشكل كبير، لازم تعود طبعا، ولكن احنا بنتخذ بعض الاجراءات للحفاظ على الشعب المصري او المواطن المصري. الاعداد بتتارجح، يعني من يومين لقينا تحت اقل من 100، امبارح ازيد من 100، اللي بيحصل ايه؟ ما التفاوت ده ايه؟ خلينا نقول ده طبيعي جدا ان يبقى في تفاوت، لان التفاوت بسيط. الحمد لله احنا منذ ان شهدنا يعني انخفاض مستمر في الاعداد، احنا ما زلنا في هذا الانخفاض، حتى لو في ارتفاع بسيط وبنعود للانخفاض مره اخرى، لكن الفيصل في هذا الامر زي ما قلت لحضرتك هو حرص المواطن واتباعه الاجراءات الوقائيه وعدم التهاون فيه على الاطلاق. ده هيفرق معانا كتير في ان احنا ما نضطرش للعوده مره اخرى لاي قرارات اغلاق او لاي قرارات يعني شديده من شانها يعني بتفرق او بتهدد
المصادر الدخل او العاملين او المصانع او الشركات. وضع المستشفيات دكتور خالد ايه دلوقتي؟ وضع المستشفيات كل واحد يا استاذ احمد لو كل واحد اتبع او حرص على اتباع الاجراءات الوقائيه بشكل صحيح ان شاء الله لن نعود الى الوراء. وبنقول ان الفتره دي اسمها فتره الترقب والحذر. ما نقولش احنا بننزل وقربنا نوصل لصفر وننسى ونبطل نتبع اجراءات الوقائيه. بالعكس احنا كل ما نقرب كل ما ننزل وكل ما نقرب للصفر كل ما نشدد اكثر على اتباع الاجراءات الوقائيه عشان فتره الترقب والحذر هتستمر حتى لو بقينا صفر اصابه عشان الاعداد ما تزيدش مره اخرى. المستشفيات الحمد لله احنا يعني جاهزيه المستشفيات موجوده وعاليه سواء لمستشفيات العزل اللي هم ال 20 مستشفى وده السيناريو القديم اللي احنا بدانا بيه. احنا عندنا مستشفيات عزل منفصله الحاله اي حاله اشتباه باقي مستشفيات وزاره الصحه بتستقبل سواء حالات اشتباه بفيروس كورونا او حالات مرضيه عاديه بامراض اخرى وبمسارات مختلفه وامنه تماما. وبيتم اذا كان في حاله اشتباه بفيروس كورونا اذا كانت تم تاكيد الاصابه وحاله بسيطه بيخضع للعزل المنزلي وبيصرف الدواء بتاعه او العلاج بتاعه وبنتابعه. واذا كان بتحتاج الى عزل او الحاله شديده او متوسطه بيتم احالتها لمستشفيات العزل. احنا النهارده ما بقيناش محتاجين ان احنا نخلي كل المستشفيات اللي موجوده التابعه لوزاره الصحه مستشفيات عزل لان الحمد لله اعداد الاصابات قليله وعندنا اماكن كتير. فبالتالي مستشفيات العزل المخصصه للعزل فقط هي ومستشفيات الحميات والصدر دي موجوده وباقي المستشفيات بتقدم كافه الخدمات لان احنا رجعنا تاني يا استاذ احمد تم عوده العمل بكل المبادرات الرئيسيه اللي توقفت في اثناء ازمه كورونا سواء مبادره رئيس الجمهوريه اللي انطلقت قريبا لعلاج لمتابعه وعلاج الامراض المزمنه ودي يمكن من المبادرات المهمه جدا. وتاني من خلال حضرتك بنناشد الساده المواطنين ان اي حد بيعاني من امراض مزمنه خاصه كبار السن وخاصه السيدات الحوامل انه يتوجه لاقرب مستشفى او وحده صحيه او حتى عياده متنقله ويقدر يعرف ده من خلال تطبيق صحه مصر اقرب مكان له فين ويطمن على نفسه من الامراض المزمنه لانك لما تقوي مناعتك ده مهم جدا جدا لعدم تعرضك للاصابه بفيروس كورونا. كل المبادرات الاخرى رجعت، مبادره السيد رئيس الجمهوريه لدعم صحه المراه، مبادره السيد رئيس الجمهوريه لانهاء قوائم الانتظار وعدم تراكم قوائم اخرى، كل المبادرات رجعت على المواطنين انه اي حد عنده جراحه يتوجه ويسجل في مبادره قوائم الانتظار، اي حد عنده خدمه طبيه او بيتابع مرض مزمن يتوجه لاقرب مكان له. نحافظ على صحتنا، حافظ على نفسك عشان تحافظ على اسرتك ومن حولك. دكتور خالد من يومين كنا بنتكلم طبعا سياده الرئيس والمواطن اللي هو محمود سمير اللي هو يعني كان عنده مشاكل طبعا في الوزن والسمنه ويتم علاجه على نفقه الدوله. في بعض الناس طلبوا كتير هذه الحالات انه يتم التعامل، الناس دي نتعامل معاهم ازاي او وزاره الصحه نتعامل معاهم ازاي اللي هم زي محمود واكتر محمود كمان اللي اوزانهم كتيره؟ كل هذه الحالات يا فندم يعني سواء ويمكن دي مناشده نشدتها سياده الوزيره من حوالي يومين ان كل الحالات الشبيهه بحاله محمود يعني اذا كان في توجيه صدر من السيد رئيس الجمهوريه لعلاج محمود على نفقه الدوله فهذا التوجيه يعني هو على كل من يشبه حاله محمود. فبرضه انا بوجه رساله من خلال حضرتك كويس هايل ان اي حد بيعاني من السمنه المفرطه علاجه موجود والدوله بتوفر له العلاج ده على نفقه الدوله وفي المستشفيات ومع اكبر يعني الاساتذه زي حاله محمود بالظبط. ويمكن احنا يعني فور تلقي توجيه السيد رئيس الجمهوريه من وزير الصحه الحقيقه على الفور كان في استجابه سريعه وتم ارسال سياره اسعاف مجهزه لمحمود لمنزله واصطحابته للمستشفى وتم حجزه في مستشفى دار الشفاء. والحقيقه كان توجيه السيد الرئيس ايضا بيشمل ان كان في يعني زوجه محمود بلا عمل كان في توجيه بانها تعمل في رائده صحيه في مبادره 100 مليون صحه وده تم بالفعل وبدا انهاء اجراءات تعيينها. ان شاء الله محمود هيخضع للفحوصات وبيتم متابعته من كبار اساتذه الجراحات السمنه وان شاء الله هيخضع العمليه يوم الاثنين المقبل باذن الله ونطمن حضراتكم عليه. لكن تاني بجدد من خلال حضراتكم يا ريت لانه ده مهم لان انا لقيت بقول لحضرتك ناس كتير كانوا بيتكلموا في هذا الامر
قول لي تاني ناشد الناس كمان اللي زي محمود واللي حالتهم يعني السمنه زياده. لا يعني اي مريض من مرضى السمنه المفرطه فالدوله بتحقق له وتوفر له العلاج ده حقه، والدوله بتكفله تماما على نفقتها، وبيتوجه لينا لوزاره الصحه او بيتواصل معانا، وفورا بيتم فحصه وبدء اجراءات علاجه. لا يعني في تعليمات واضحه في المستشفيات النهارده بهذا الامر؟ طبعا يا فندم انا قلت لحضرتك انه طبقا للتوجيهات السيد الرئيس انه كل الحالات اللي بتعاني او شبيهه لحاله محمود يتم فورا التدخل لعلاجها على نفقه الدوله وتوفير كامل الرعايه الطبيه لها، في توجيهات من السيده الوزيره لجميع المستشفيات بتنفيذ هذا فورا وبالتعامل مع اي حالات شبيهه لحاله محمود. يعني خليني اقول لحضرتك فضل. احنا زي ما في مبادرات رئاسيه وتقوم وزاره الصحه بتنفيذها في كل الامراض الخاصه بالسيدات او الاطفال او قائم الانتظار لكل الاعمار وكل المواطنين، ففي حرص ايضا من القياده السياسيه على تلبيه احتياجات او الرعايه الطبيه لاي مريض، واحنا كلنا بنعمل يعني على هذه الخطى ان احنا نوفر الرعايه الطبيه. يمكن خليني اقول لحضرتك يا استاذ احمد في استفسارات يوميه بتيجي من حالات انسانيه سواء على صفحات التواصل الاجتماعي او سواء بيتواصلوا مع الوزاره بشكل مباشر، يعني اللي بنقدر نوصل له بنقدم له هذه الخدمه، وحضراتكم بتساعدونا كتير في ايصال صوت بعض المواطنين اللي صوتهم متواصل. لكن في الاخر باكد لحضرتك ان المستشفيات مفتوحه، وعدنا بعد الحمد لله يعني قرب انتهاء ازمه فيروس كورونا عادت المستشفيات مره اخرى تستقبل جميع الحالات بجميع التخصصات وتجري الجراحات والاجراءات التدخليه المطلوبه. دكتور خالد مجاهد بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما نختم